بداية أيمن، برحب بيك على شاشة الأهلي في السادسة. مرحبا بك أستاذ أحمد، مرحبا بكل النادي الأهلي وكل المصريين اللي بيتابعوا البرنامج. تاريخ شكرا على الاستضافة، هذا شرف كبير. شرفتنا، تاريخ طويل من المواجهات والمنافسات بين الاثنين من كبار الأندية الأفريقية، الترجي التونسي والأهلي المصري. خليني بداية أتكلم معاك على شكل المواجهة المنتظرة ورؤيتك لاستعدادات الترجي التونسي لمواجهة الأهلي المصري بداية في مباراة الذهاب في رادس. شكرا على السؤال. أولا قبل كل شيء لازم نحط المباراة في إطارها. لما نقول الترجي الرياضي التونسي ولا الأهلي المصري، نحكيه على الفريقان، أكثر فريقان وصلوا للأدوار المتقدمة في 3 سنوات الأخيرة. نذكروا الفاينل 2018 النهائي بين الترجي والأهلي، ونذكروا زاد للأهلي السنة الفارطة هي اللي فازت بالبطولة على حساب الغريم التقليدي اللي هو الزمالك. كيف الترجي الرياضي التونسي 2018 2019 صاحب اللقب. اذا نحكيه على زوز اكثر فرق اللي وصلوا للنهائيات في ال3 سنوات الاخيره. اذا هذا عندي انا ماهوش نصف نهائي، هذا نهائي قبل الاوان. زوز فرق اللي يمكن كنا نحبذوا نراوهم في النهائي، على خاطر عندهم الامكانيات، الاسم وحده والتاريخ والعراقه والقوه نتاع الفريقين هذوما، الترجي الرياضي التونسي ولا الاهلي، يخلي انه من الطبيعي انهم يكونوا في الادوار المتقدمه في كل نسخه من نسخات البطوله. اذا كما سالتني انت، تحضيرات الترجي تعداد باش تكون عاديه، مباراه كما لعب ضد بلوزداد، كما لعب ضد الزمالك في دوري المجموعات. صحيح الترجي الرياضي التونسي كانت تعمل انت نظره على النتائج الاخيره، يمكن باش ترى نتائج ماهيش ممتازه، ولكن ليكن في علم الجماهير الكل اللي الترجي الرياضي التونسي عنده زوج مباريات في الدوري التونسي لعب بهم بالتورن اوفر، غير التشكيل والعديد 90 95% من اللاعبين اللي مستنسين نراهم في دوري ابطال افريقيا ما كانوش موجودين. يمكن هذاك اللي يخلي النتائج ما تكونش ممتازه، خاصه انه الترجي فاز بالدوري قبل جولتين او ثلاثه ويمكن حتى اربعه ما ينتهي الدوري. لو قارنا ايمن، اسمح لي، لو قارنت بين النسخه الحاليه من الترجي والنسخه اللي حققت دوري الابطال من موسمين تقريبا، ايه الفروق من وجهه نظرك؟ فروق كبيره. لاكيد انه الترجي عامين التالي سنتين التالي هو اقوى من ترجي تو، خاطر كيبدا عندك ملاعبيه ولا لعيبه كيما البلايلي، كيما فرانكوم، كيما ايمن بن محمد وغيره، ملاعبيه اللي وحتى الخنيسي اللي كان مستواه ممتاز عامين التالي خير من مستواه تو. معناتها يمكن الخنيسي تو شبح الخنيسي نتاع 2018 خاصه، والمشكل هو غياب سعد بقير. الناس الكل تعرف جمهور الترجي وجمهور الاهلي يعرفوا سعد بقير واهميه سعد بقير، خاصه في النهائي الشهير عام 2018 وزوز اهداف اللي سجلها. هو كان الممول الاول للاهداف نتاع الخنيسي، وكيف زاد الفورمه اللي عليها البدري زاد نتاع 2021 توا ماهوش بدري نتاع 2018. هذه هي الفوارق. المدرب هو بيدو معين الشعباني، ولكن اللعيبه ما كانش ممكن ومش من السهل باش انك تعوض ملاعبيه بقيمه البلايلي فرانكوم كما كنت نسميكم على مستوى محمد ده يمكن وغيره. ايمن على مستوى اللاعبين، لكن حتى على مستوى الاداره الفنيه، يعني يمكن حسينا في الفتره الاخيره وحتى قبل التاهل للدور قبل النهائي لدوري الابطال انه العلاقه ما بين الاداره وما بين معين الشعباني المدير الفني كانت مش على احسن ما يرام، كان يمكن في توتر الى حد ما، كان في بعض التقارير بتقول انه من الممكن اقاله معين الشعباني في حاله عدم تاهله او اكماله المشوار الترجي في بطوله دوري الابطال. هل بترى انه تجاوز عقبه شباب بلوزداد هدت الامور شويه، ولا بترى انه برده مازال هناك عدم استقرار او عدم يعني خليني اقول تقدير لمعين الشعباني بعد مشوار طويل مع فرقه الترجي التونسي؟ استاذ احمد، انت تعرف اللي في الاعلام في الخدمه نتاعنا، حتى فما برشا اشاعات وفما برشا بعد ساعات حرب الاعلام. نقولوا احنا قبل مباريات مهمه كيما مباراه بلوزداد اللي الترجي التونسي كان نجم نقولوا اللي كان باش يغادر المسابقه لولا الشوط الثاني اللي قدمه الترجي التونسي وعلى راسه معين الشعباني. سايب ياسر باش كان تكون معين الشعباني باش يقيل. هنا باش نحكي لك على
النقطه مهمه ياسر، الفرق بين الترجي والاهلي. الترجي الرياضي التونسي اختار استراتيجيه نتاع المواصله والاستمراريه في الطاقم الفني، نحكي طيب على مهندس خليني شعباني اللي خليني اروح لنقطه ثانيه ايمن اسمح لي، مهمه. يمكن الاهلي من ايام قليله توج بكاس سوبر افريقيا في الوقت اللي مبروك الترجي مبروك خرج، اكيد الله يبارك فيك، ضد بركان، ضد نهضة بركان، في الوقت اللي خرج فيه الترجي التونسي من كاس تونس على ايد النجم الساحلي، هل ترى انه المواجهتين دول ممكن يكون ليهم تأثير حتى ولو من الناحية المعنوية على مواجهتهم المرتقبة في او المنتظرة في رادس؟ اكيد اكيد المباريات هذه مهمه ياسر. الترجي الرياضي التونسي ما قدمش الاداء المأمول ضد النجم الرياضي الساحلي. من المعلومه زاده لازم نستعرف زاده في مصر اللي النجم الرياضي الساحلي هو يمكن احسن فريق في نهايه المشوار هذا نتاع الموسم نتاع البطوله الوطنيه البطوله المحترفه الاولى التونسيه، معناتها ما كانش ند سهل للترجي الرياضي التونسي. الترجي التونسي اللي يمكن ما كانش محضر بعد الفرحه، فرحة الاستيرية بعد الترشح ضد بلوزداد، لانه المردود نتاع الترجي ضد بلوزداد في 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 الجزائر كان مخيب للامال. ولكن اللي صار في رادس، العوده من 2-0 الى 2-0، تعديل النتيجه، وخاصه التغيير الشهير بتاع معين الشعباني اللي كان لما كانت النتيجه في 1-1-0 تم تغيير بن شريفيه بالحارس طيب بن مصطفى ايمن، اللي كان عشان وكان بعتذر معناتها. لضيق الوقت بس عندي سؤالين مهمين ويهمني اجابات سريعه عليهم. السؤال تفضل الاول تفضل. مرتبط بحضور جماهير في مباراه الذهاب في رادس، هل تم اقرار الامر؟ وسمعنا انه في بعض الجماهير هيسمح ليها بحضور في حدود 2000 او 3000 متفرج في المباراه. الحقيقة مازال ما فما حد شيء رسمي، مازال ما فما حد شيء رسمي. وكما تعرفوا معناتها في المواجهات هذيا كما في القاهرة كما في تونس، أكيد باش يكون فما بعض الجماهير اللي باش تدخل، ما كنتش تراو 2000 و6000 و5000، ولكن كما صار مع الجزائريين كما صار فما بعض الجماهير اللي تدخل كما في تونس كما في الأهلي. وإحنا ضد هذا قانونيا، ولكن مع عودة الجماهير نتمناو ان وده اللي خسارة احنا هو كمان انا بنتمناه اذكره سريعا جدا من هنا اليوم. اكيد. المواجهه بيفصلنا حوالي 3 اسابيع، ايه هي خطوات استعداد الترجي لمواجهه الاهلي في خلال ال3 اسابيع القادمه؟ ما برنامج مازال واضح، ولكن ترجي بعد الخروج من كأس تونس ضد النجم الرئيسي اللي بعض الايام اللي فاتت ما عادش عنده مباراة رسمية باش يلعبها. يمكن هذا الفرق بين توا الاهلي والترجي، خاطر الاهلي في بالي عنده من اليوم عنده يمكن 3 أو 4 مباريات رسميه باش تقوم بها. دونك نورمال اللي باش يصير والعادي باش يصير انه الترجي باش يكون عنده برنامج تاع مباريات وديه وبرنامج تحضيري بدني خاص. هذا اللي باش يكون يعمل الفارق. كما قلت انت قبيله ونعاودوا، الذهني، التحضير الذهني باش يكون مهم ياسر، خاصه اللي الاهلي مازال كيفاز بلقب، لقب السوبر. مبروك، نقول لكم مبروك مره اخرى للمباراه، وخاصه الشوط الثاني بتاع الاهلي، خاطر الشوط الاول رينا البركان كان احسن وكان قريب للافتتاح النتيجه على في 2 3 مرات، ولكن هل يعاني أيمن، محمد شريف. هل نعم. يعاني الترجي التونسي من أو سيعاني من بعض الغيابات نتيجة إصابات أو أسباب أخرى عن مواجهة النادي الأهلي؟ من الوقت ما زال يمكن اكثر من اسبوعين، مازال ما فهمت شيء. الترجي اللاعبين كلهم موجودين، فماش اصابات خطيره، فماش اصابات تستوجب انهم ما يلعبوش ضد الاهلي، ولكن من الوقت الله اعلم شو يصير. انا نتمنى انهم المجموعه كل تخلط لاباس للموعد المباراه، وان شاء الله ان شاء الله نتفرجوا في إن شاء زوز الله. مباريات ذهاب واياب يليقوا باسامي وعراقه زوز ايقونات الترجي الرياضي التونسي والاهلي المصري. الشكر موصول ليك أيمن عبودة المحلل الفني التونسي، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. لقاء كنت أتمنى الحقيقة يكون لقاء نهائي، لكن القرعة يمكن الحقيقة اللي حطت الأهلي في مواجهة الترجي في الدور قبل النهائي.